أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوف يفنينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى مؤسسة أنصار لدعمهم وإفطار وهذا الإفطار الجماعي المشترك الذي عملوه في شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى مؤسسة أنصار الدولية على ما قدمته لنا من جهود طيبة من إفطار للصائمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزينا عنا وعنهم خير الجزاء، وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. على الآيات والذكر وفي ثيب من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير.